سداد سياسي واستعصاء رئاسي، هذا هو الواقع الحالي في لبنان بانتظار زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان إلى بيروت. الدبلوماسي الفرنسي المخضرم يحط في العاصمة اللبنانية الأربعاء، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وفي اليومين التاليين يجري لودريان مروحة واسعة من المشاورات تشمل سياسيين وقادة أحزاب وكتل نيابية، كما يلتقي البطريرك الماروني بشار الراعي. كذلك يقابل الموفد الفرنسي شخصيات مطروحة أسماؤها كمرشحين للرئاسة، مثل سليمان فرنجي والعماد جوزيف عون وزياد بارود، وكذلك جهاد أزعور إذا صادف وجوده في لبنان. هذه الجولة ربما تكون مدخل إلى تطوير الحوار أيضا مع المملكة العربية السعودية لإيجاد نوع من التفاهم. هذا ويبدو الجميع في حالة انتظار لما سيحمله لودريان معه بشأن الاستحقاق الرئاسي، خصوصا في ضوء المحادثات الأخيرة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس. وإذا كان البعض قد أطلق صفة جولة استطلاعية على زيارة لودريان المرتقبة، فإن كثيرين استرسلوا في التوقعات والتقديرات حيال ما يمكن أن يحمله معه إلى بيروت، وبلغت بعض الاجتهادات اللبنانية حد الحديث عن خطة حل في جعبة الدبلوماسي الفرنسي. بعد جلسة الانتخاب الأخيرة ربما هناك بعض الهواجس لدى بعض القوى السياسية، ربما هو الآن من خلال الجولة الاستطلاعية يخرج باستنتاجات ربما تساعد فيما بعد على إيجاد تسوية، لأن حسب التقدير الفرنسي أن كلا الطرفين عاجزين حتى الآن من إنتاج حل. على أي حال، سيرفع لودريان في ختام زيارته للبنان تقريرا إلى الرئاسة الفرنسية يتضمن خلاصة محادثاته مع الأطراف اللبنانية، فهل يتم بعد ذلك تلمس سبل الخروج من الاستعصاء؟